نفس الحال هو النادي الاسماعيلي. المباراه الاخيره للكابتن محمد نفس مشكله تامر. يعني الانديه الجماهيريه، الانديه الشعبيه، التاريخ الكبير، اخر مباراه نفس الكلام كلام بيتقال. انت عارف الانديه دي بتتاثر بالسوشيال ميديا شويه، بالفيسبوك وكلام كتير، ان ده هيمشي وده هيجي، وقرارات بتتقال فعلا بتثبت بعد المباريات اللي بيتقال قبل المباراه. وده حصل في اخر مباراه للمدرب الارجنتيني لما الاداره قالت ان احنا مش بنديله الثقه وبندعمه، وفي نفس الوقت الجماهير قالت لو هي اخر مباراه لي، وقد كان اخر مباراه لي، اول من الاداره دول يديله الثقه تعرف ان هو ماشي بالظبط. فلكن ما اقدرش مجلس الاداره ما اقدرش اقول ان انا لا، يعني بعد اقصد يا دكتور المشاكل مشاكل فنيه، احنا عايزين نتكلم فني. احنا هنا المفترض ان احنا نيجي نتكلم فنيا. بتلاقي الانديه بتعاني من مشاكل كبيره بره يا تامر، وده اللي مخلي الوضع العام للنادي الاسماعيلي مثلا اللي احنا فيه. لان انت بتتكلم دايما دايما في مشاكل، لازم تفكر في الحلول، ولازم تشوف ايه الاسباب اللي تخليك تطلع من الكبوه دي باسرع وقت. لان انت بتتكلم النهارده انت لاعب 12 مباراه ماتش ورا التاني، قاعد تخسر تخسر تخسر. الاسماعيلي وضعه وحش النهارده، انت بتتكلم كابتن محمد، اتنين تعادل واتنين خساره، كلام كتير جدا. لو اتكلمنا في مشاكل مش هنخلص. لكن خلينا نتكلم النهارده في مباراه صعبه على النادي الاسماعيلي، ومباراه صعبه على الاتحاد. الفرقتين بيعانوا الفترة الأخيرة، الإسماعيلي أكتر معاناة. بتلعب فرقة كويسة جدا، الاتحاد عنده لعيبة كويسة جدا، ممكن فنيا مهزوزين شوية، لكن النهاردة كابتن حمد بيلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة، والنهاردة في تغيير في التشكيل، النهاردة في عودة لعيبة كتير، النهاردة سايكو وكارميلو، النهاردة غياب عبد الرحمن مجدي قوة ضربة النادي الإسماعيلي غايبة النهاردة، فالنهاردة في تغيير في التشكيل. أتمنى إن احنا نشوف الإسماعيلي بشكل مختلف، نشوف الإصرار اللعيبة، لان في الاخر لعيب الكوره هو اللي في رجله كل حاجه عشان ترجع مكانتك الطبيعيه.